بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلصنا تسطيب الويندوز سيرفر 2008، هنقوم بأول شيء بعد تسطيب الويندوز، وإن احنا ازاي ندخل ايبات على السيرفر. بضغط على أيقونة النتورك، كليك يمين، بختار بروبرتس، طبعا بيحمل معايا عشان أنا شغال على جهاز في ام وير. بختار الاختيار دوت، بعد كده بختار بروبرتس وبختار انترنت بروتوكول فيرجن 4 بروبرتس. هو حاليا معمول اوتوماتيك، بس انا هختار ان انا اعمله مانوال. هحط الاي بي هات بتاعتي حسب اي بيات الراوتر نفسها، وهحط هنا الجيت واي، وفي الخانتين الاخرانيين دول المفروض احط ان انا ال DNS سيرفر اللي بيبقى جاي لي من شركة النت اللي تبع الراوتر، او ان انا ممكن اختار ان ال DNS بتاعي يبقى هو الجيت واي. وبختار بحط ان ال DNS بتاعي يبقى هو الجيت واي. بضغط اوكي، كلوز كلوز كلوز، وبشوف هل النت شغال معايا ولا لا. جهاز فتح نت عادي، يبقى كده احنا كل شغلنا لغاية دلوقتي سليم. طبعا الحلقة الجاية ان شاء الله ازاي نشتغل على الدي ان اس، وازاي ان احنا نسطب الدي اتش بي. لغاية هنا اكون خلصت مرحلة التسي بي اي بي، ويا رب انها تنال اعجابكم ونشوفكم مرة جاية ان شاء الله. السلام عليكم.